السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. راني نحاول باش كل اسبوع ندير لكم فيديو على موضوع معين، وفي نفس الوقت نجاوب على الاسئله تاعكم اللي تطرحوها في التعليقات. كي نقدر نجاوب في التعليق ويكون جواب قصير نجاوب مباشره، مي كي يكون جواب يحتاج شويه اكسبليكاسيون راني نديره في الفيديو الجاي. دونك اي واحد فيكم عنده سؤال على تركيا مهما كان يقدر يطرحه في التعليق، ولما جاوبت عليه سور بلاس معناتها حنجاوب عليه في الفيديو الجايه ان شاء الله. دونك كل واحد فيكم لازم يدير ابوني باش يولي يشوف لي فيديو اللي راهم جايين. بيان سور لو ماهوش انتريسي بلي فيديو تاعنا ما يديرش ابوني. دونك كيما قلنا الموضوع تاع اليوم حيكون كيفيه التسجيل في النفوس. تركيا داروا قانون جديد، الدوله التركيه، سكو كي تروح دوموندي الاقامه تاعك يدوموندو لك باش تكون مسجل لادريس تاعك في النفوس كما تقول هنا البلديه ديالهم. معناتها ولا كنت ساكن انت في دار وبدلت لدار واحده اخرى لازم تجدد لادريس تاعك في كل مره. هاد الورقه باش تجيبها سهله بزاف، جو مومون وين يكون عندك عقد الايجار، معناتها لو فات اللي تكون كاري سهله بزاف باش تجيبها. جو بونس داروا هاد القانون باش يفيتيو الناس، يعني لي كومون ديار، يعني من حيث لا سيكوريتي باش واحد ماشي يبدل دار وما يخبرهمش، هذا ما كان يجوز باش يعرفوا انت وين راك ساكن. كيفاش باش تجيب البطاقه هذه تاع النفوس اللي هي لازمه منا وروح باش تحطها في الدوسي تاع الاقامه ديالك؟ يعني دوك لو كان تروح دوموندي اقامه ما تمتش هذيك الورقه، سوا ما يقبلوش عليك الدوسي ولا قبلوا عليك الدوسي حيعطيوك رفض. دونك حنشوفوا هنايا كيفاش تجيب الورقه هذه تاع تثبيت العنوان في النفوس واسمها هكذايا. اول حاجه لازم تاخذ موعد على الموقع، الموقع حنخلي لكم في الديسكريبسيون، حاجه بزاف سهله. اون فوا تدخل في هذاك الموقع يعطيوك دي بروبوزيسيون، تلقى واحده منهم يقول لك تثبيت العنوان، معناتها رايح تونجستري لادريس ديالك اللي عندهم. واش تحتاج انت باش تاخذ هذا لو رونديفو؟ اول حاجه تحتاج تكون عندك بطاقه اقامه، على خاطر حيدومونديو لك واحد الرقم كما فتحنا في الجزائر عندنا لو نيميرو دو كارت، رقم بطاقه التعريف الوطني. عنوان بريدي لازم تكون عندك اون ادريس راك ساكن فيها، بيان سور تكون ابارتمون ما تكونش في اوتيل ولا، ويكون عندك الهاس كود. الهاس كود هذا سي واحد لو كود طبي يستعملوه هنا في تركيا من نهار بدا كورونا. دونك نورمالمون اي واحد فيكم راه عايش هنا وكاري دار حيكون عنده هاد تلت نقاط. اون فوا ياخد الموعد ديالو في لو سيت هذاك 90% من الوقت حيعطيك موعد غدوه ولا غير غدوه، يعني ما ماشي حاجه اللي صعيبه. كاين طريقه واحده اخرى بين قوسين باش تاخد موعد، سي كو تتصل في التليفون وشنو يا ما تلقاش لي ريبوندي عليك باسكو بزاف ناس يستعملوا هذه الوسيله تاع التليفون، ولا حبيتو تستعملوها من الافضل تستعملوا الانجليزيه باسكو العربيه 99% ما حاش يجاوبوا باسكو عندهم بزاف الضغط. وفي نفس الوقت يقدر يقول لك ما كاش رونديفو، كيما انا عيطت لهم قال لي نو، قال لي ما عندناش بلاصه، يعني حتى السمانه الجايه باش تاخذ رونديفو. كي دخلت في الموقع غدوه من داك راح دومونديت، وغدوه من داك خدات لي زوج دقائق باش دفعت. يعني من الافضل تستعمل السيت كو تعيط لهم في التليفون. اون فوا تاخذ المواعيد ديالك كيما قلنا تروح دير التسجيل. باش دير التسجيل حاجه بزاف سهله، لازم تدي معاك من الدار ورقه تاع تي سي تي ولا تاع الماء ولا تاع الغاز تكون باسمك، بلوس العقد تاع الكراء تاع الدار، بلوس الكملك تاعك هذيك بطاقه الاقامه ديالك القديمه. تروح لعندهم تو تو بريزونت، تاخذ تيكي ديالك بيان سور، يعيطوا لك البيرو جوز تعطيهم جوست هذه المعلومات سور بلاص، يقول لك سي بون، ما يعطيك لا ورقه لا والو، يقول لك سي بون راك مثبت، معناتها راك رانا اونجستينا لادريس تاعك. بعد واش لازم دير هذاك النهار ولا غدوه من ذاك؟ لازم تروح لواحد المكتب يسموه مكتب المختار. هذا المكتب المختار في كل، يعني تقدر تقول مدينه صغيره كاين هذا المكتب يعالج الشؤون تاع هذيك البلاصه، كيما تقدر تقول سي كاش نقولها في الجزائر شغل فرع تاع بلديه مثالا، يعني شغل جوج باش نبسط لكم الفكره. شغل هذا المختار بيرو صغير فيه لي تريتي وهاد الامور، تروح لعندو تمدلو الاقامه تاعك تقول له اعطيني النفوس تاعي، يمبريمي لك هذيك الورقه ما فيها والو، فيها اسمك لقبك الرقم تاع بطاقه التعريف تاعك هنا في تركيا، وفيها الادرس ديالك وفيها الكاشي تاعو. هذيك الورقه هي اللي راح تدفعها في الاقامه. دونك اي واحد فيكم راه عايش في تركيا وحيجدد الاقامه تاعو لازم تكون عنده هذه الورقه، سينو يعطيو له رفض. هذه معلومه مهمه بزاف. ندوزو للمرحله الثانيه تاع الفيديو اللي هي الاسئله اللي طرحتهم علينا. شفت ثلاث اسئله اللي ما قدرتش نجاوب عليهم في التعليقات حطيتهم هنايا. اول حاجه كاين ناس سقساوني يقول كيفاش نحول اموال، عندي دراهم في الجزائر ما
لازم عندي 600 ولا 700 مليون، ماذا بيا نجي لتركيا نشري دار. والمشكل وراه سي كو في الجزائر كي تجي خارج من المطار تقدر تخرج معك ماكسيموم 10000 دولار، ليكيفالون تاع واحد 190 مليون، ما تقدرش تخرج معك 600 ولا 700 مليون. لو بروبليم الثاني سي كو حنا في البنكه في الجزائر ما تقدرش تروح تبيع الدراهم للخارج، مستحيل، ما عندناش هذه الخدمه. دونك لازم تجوز على واحد المكاتب، سي دي بيرو، ناس مختصين في هذا المجال، تروح تعطي له دراهم تما في الجزائر ويمدلك هنايا في اسطنبول. دونك هاد المكاتب بيان سور سي اون نوار، ماشي حاجه ليغال، مي اوبليجي تجوز على هادي، سي لا سول سوليوشن. انا بيرسونيلمون نعرف بزاف ناس يستعملوها، هادي هي. دونك تحويل الاموال حيكون على حساب ولا على حساب هاد المكاتب، سينو تقعد انت طالع هابط للجزائر تشري بي رايح جاي وتطلع 10000 10000 10000، شوف نتايا كيما حبيت. سؤال تاني، كيف تحسب الفرق بين الدينار والليرة؟ هذاك النهار جات وحده كومونتات لي في لا فيديو اللي فاتت، قالت لي علاش تكذب على الناس، شغلكم سي كو انا نقولهم خلصوني ولا باش نكذب عليهم. قالت لي الليره ما ديرش 23 دينار، قالت لي وشنو دير 15.5 دينار. هي واش راح دارت الطفله، راحت لجوجل كتبت الليره مقابل الدينار، خرج لها 15.5. بصح على بالكم بلي في الجزائر الاورو بار اكزومبل يدير 21000، مثلا 100 اورو دير 2 ملايين و100 في السوق السوداء وين حنا كامل نشريو. بصح كي تروح للبنكه تلقى بلي هذيك ال 100 اورو ما ديرش 2 ملايين و100، راهي دير قول واحد مليون و400 هكذاك، مليون، قول واحد مليون و500. دونك بصح انت كي تجي تشري منها سلعه ولا تجي تجيب دراهم لهنا ولا 99% ماكش راح تحول في البنكه، مستحيل راح تحول في السوق السوداء. معناتها انت هذاك الاورو راح تشريه ب 210، ما حاش تشريه ب 150. نفس الشيء دينار مقابل الليره في البنكه، صح عنده سومه، بصح انت كي تجي تشريه في السوق السوداء، باسكو انت في الجزائر راك تشري لورو ب 21 ب 2 ملايين و100 باش تجي هنايا تصرفوا ليره، سي بور سا اللي يطيح لك اغلى، يطيح لك 23 24 22 25 على حساب الليره والدينار شحال يكونوا. بيان سور هذا لو طو سا ديبون مع الوقت، كاين ياما تيطلع كاين ياما تيهبط، مي اون جينيرال حيكون في 23. واحد ليرة يساوي 23 دينار، واحد ليرة ما يساويش 15.5 دينار إلا في البنكة، وهذه حنايا ما حاش نقدروا نستعملوها. جيسبر تكونوا فهمتوني، وجيسبر ولا هي اللي دارت التعليق شافت هاد لا فيديو تكون فهمت واش راني قاصد. حاجة واحدة أخرى، الفرق بين الإقامة السياحية والإقامة العقارية. في الحقيقة في زوج إقامة سياحية، برك في الأولانية راك كاري، وفي الدوزيام عندك دار معناتها مكتوب فيها بلي نتايا عندك عقار. هذا ما كان في زوج عندك يعني نفس الحقوق، ما كانش ديفيرونس بيناتهم، سوف كو الإقامة العقارية يعني كل عام راك تجددها بسهولة، باسكو علاش؟ لو فات اللي عندك دار عندك حق في الإقامة. باغ كونطخ السياحية يقدر يعطيك يقدر ما يعطيكش، يقدر يقولك يا خويا نتا راك سائح ريحت عندي عام ولا عامين سي بون ولي لبلادك. بصح لو فات لي عندك عقار ما حاش يقدر يقول لك ما نعطيكش إقامة باسكو عندك دار هنايا، وهذا هو القانون تاعهم. كي تكون عندك دار ح تعطيك حتكون عندك كومون ديراج، حتكون عندك الحق باش تدي الإقامة تو سامبلومون. دونك كاين ناس يقول لك بلي كي دير كي تشري عقار حتدي الجنسية، نو ماكش راح تدي الجنسية غير ولا هذاك العقار كان يسوى فوق 250000 دولار، هادي لازم تحطها في راسك. تشري عقار ب20000 ولا ب50000 دولار ما عندكش الحق باش تدي الإقامة، ما عندكش الحق باش تدي الجنسية. أبخي كاين اللي يقول لك كي يجوز عليك 5 سنين ويكون عندك عقار راح تدي تاني الجنسية، نو كي يجوزو 5 سنين باش تدي الجنسية لازم تبروفي لهم بلي انت راك حاب تستالي في هاد البلاد. معناتها كي تشري دار كما تقول سي اون بروف اللي يقدروا يقبلوها ولا يقدروا يرفضوها بلي انت راك حاب تقعد في هذه البلاد، باسكو ولا شافوا لي ستوريك تاعك بلي انت في هذوك الخمس سنين عشت باريز معاهم في تركيا وخر 4 سنين في الخارج الوغ كو عندك عقار هنا، يقدروا ما يمدوش الجنسيه، باسكو يقول لك بلي انت ما راكش انتريسي باش تعيش هنا، راك شاري هاد الدار وراك مخدمها ولا هذه هي. اخر حاجه هذه سي تا ميساج حبيت نوصلو لكامل الناس اللي راهم حابين يجيو لاسطنبول في هاد الليامات. رانا في اكتوبر 2021، هاد الليامات ماركينا باللي الاسعار تاع الكراء طلعت والديار الكراء نقصوا بزاف، ما على بالناش علاش. سقسينا هنا دي زاجونس ايموبيليير قال لك سي لا بروميير فوا اللي شفنا باللي ما كاش، تروح عند اجونس ايموبيلي تقول نحوز دار نكريها يقول لك ما كاش، اول كو من قبل يبدا يوري لك بالتصاور يقول لك خير واختار. حاليا راهم ناقصين بزاف واللي كاينين راهم غاليين، 3000 ليره 3500 ليره متى بالاورو 300 350 اورو باش تلقى دار مليحه.
يعني اللي كانت من قبل دير 250 ولا دوك دير 300 320 330، ما على بالناش علاش. دونك هادشي حبيت نوصل لكم هذا الميساج باش الناس اللي راهم جايين في هذه الفتره ودايرين في راسهم على حساب لي بري القدم، دير في بالك بلي دوكا راه مزاد الكرا في تركيا، تقدر تجي ويكون عندك دراهم وتكري وما كانش مشكل، سينو لازم تصبر شويه ولا تشوف كيفاش دير باسكو لي بري زادوا ولي زابارتمون نقصوا. بالك كاين بزاف ناس راهم يجيو يعيشوا هنايا، ما على بالناش علاش، من المهم لو بري زاد. جيسبر تكونوا استفدتوا بلا فيديو هذه، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، السلام عليكم.